مرحبا بكم مشاهدينا اينما كنتم الى حلقة جديدة من برنامج واينت. بعد الثراء الفاحش لعصابة الحوثي الارهابية وعبثهم بكل مقدرات البلاد وتوزيعهم الاراضي واموال ورتب ومناصب الدولة بين السلالة وجلاوزتها، انطلقت حملة شعبية الكترونية لكشف وفضح الثراء والبذخ الذي يعيشه قادة الحوثيون وما وصلوا إليه من رفاهية هم وأسرهم وامتلاك العقارات والأرصدة بعد أن صدوا على ممتلكات الشعب. نستعرض أهم ما كتبه سياسيون وإعلاميون وقادة رأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية مع فقرة واي تويت. ننطلق بأول تغريدة لنجيب غلاب الذي غرد حول عدد الرتب العسكرية التي وزعتها جماعة الحوثي على ميليشياتها وسلالتها الطائفية. يقول في تغريدته: في وزارة الداخلية منحت الميليشيات الحوثية أكثر من 12 ألف ميليشياوي رتب عسكرية، ومن الشارع إلى التحكم بمنتسبي الوزارة، وتم تصفية الكوادر وتحويل الضباط خريجي الكليات إلى البيوت بعد أن دربوا الميليشيا، وبعضهم مرتزقة عبيد لعبد الكريم الحوثي الذي خبزوا له رتبة لواء. أما الإعلامي عبد الله إسماعيل فغرد عن إهانة جماعة الحوثي الإرهابية لليمن واليمنيين وانتهاكها لكل الأعراف والتقاليد. يقول في تغريدته على تويتر: أهانت جماعة الحوثي الإرهابية اليمن واليمنيين، انتهكت كل الأعراف والتقاليد. وزير الدفاع يخضع لمشرف ومشير أعلى للقوات المسلحة رقي من خارج المؤسسة عسكرية من مجرد مرافق، إنه حكم السلالة والفرق بين الدولة والكهانة. أما الخبير والمحلل العسكري محمد عبدالله الكميمة فغرد حول منح القيادات الحوثية من صعد الأفضلية في كل شيء من رتب ومناصب كبيرة وحساسة، بينما بقية القبائل في المحافظات منحتهم مناصب وهمية. يقول في تغريدته: منحت القيادات الحوثية من صعد الأفضلية في كل شيء الرتب العالية، المناصب الكبيرة والحساسة وذات الأولوية القصوى، بينما منحت بقية القبائل والمحافظات المناصب الشرفية والوهمية والتي تخدم قبائل صعدة على وجه الخصوص والسلالة بشكل عام كالحشد والتعبئة وجمع الأموال. لا تمنح الرتب العسكرية أو لا تمنح الرتب العسكرية الكبيرة إلا بقرار جمهوري، لكن ميليشيا الحوثي كسرت القوانين والأنظمة واستغلت سيطرتها على مؤسسات الدولة بصرف الرتب وتوزيع الوظائف على مشرفيها وقياداتها ومقاتليها وكل الموالين لها من اللصوص وقطاع الطرق. يقول هائل البكالي في تغريدته في هذا السياق: الرتب العسكرية تستلزم شهادة عن طريق كليات معتمدة ودورات وخبرات متراكمة، فيما لا تمنح الرتب الكبيرة إلا بقرار جمهوري. الحوثي كسر كل القوانين والأنظمة وارتكب كل المخالفات في اليمن، ومن بينها الاعتداء على القطاع العسكري والعبث به. وعن الثراء الفاحش الذي وصلت إليه ميليشيا الحوثي في زمن الحرب التي أشعلتها، وكيف استغلت ظروف المواطنين ولم ترحم معاناتهم وما وصلوا إليه من حالة اقتصادية متدهورة. يقول محمد الصالحي في هذا السياق: خلقت الحرب فاحشا لقيادات الحوثي التي كانت معدمة قبل الحرب، بينما أصبحت خلال فترة وجيزة في عداد الأثرياء اليمنيين الذين يشار إليهم بالبنان لما يمتلكونه من ممتلكات عقارية ضخمة في العاصمة صنعاء وفي العديد من الدول العربية والأجنبية. أما عن الرتبة التي تقلدها الفنان عبد العظيم عز الدين في زمن الميليشيا كونه من أبناء السلالة، يقول محمد الظبياني في هذا السياق: غلام السلالة الإرهابية الفنان عبد العظيم عز الدين تحول إلى عقيد في صفوف الميليشيا يحرض على قتل اليمنيين والتنكيل بهم. نحن أمام صورة شوفينية شديدة القبح لمسيرة شيطانية فارسية.
أما عبد الخالق الحوثي وهو شقيق زعيم الجماعة وما حصل عليه من رتب عسكرية متعددة. فغرد فيصل المجيد يقول: عبد الخالق الحوثي لم يدخل كلية، أعطاه أخوه عبد الملك زعيم الجماعة رتبة لواء وعينه قائدا لألوية الحرس الجمهورية والقوات الخاصة وقائدا للمنطقة المركزية العسكرية التابعة لميليشيا إيران في اليمن. هو أمي عسكري مؤهله أنه قاطع طريق وقاتل ومدرج في قوائم الإرهاب. وغرد سامي الكاف عن الطريقة التي تدار فيها كل المؤسسات وفق نظام الولاية والجباية والنهب الحوثية. يقول سامي في تغريدته: قدمت الحوثية نفسها كحركة دينية إقصائية قامعة لكل من يعارضها أو يقف في وجه مشروعها التدميري للدولة المدنية، بل وقدمت مثالا لدولتها القامعة التي تدار فيها كل المؤسسات وفق نظام الولاية وفيها الجباية والنهب، مرتكزا ما أنتج ثراء فاحشا للقائمين عليه. وعن حالة الثراء الفاحش التي وصل إليها الحوثيون في زمن قصير عبر الظلم الواقع على الشعب اليمني، يقول مصطفى غليس في تغريدته في هذا السياق: حالة الثراء الفاحش التي أصبح عليها الحوثيون قادة وأتباع بين ليلة وضحاها تجسد الظلم الواقع على الشعب اليمني. صار كل شيء للحوثي وبني عمومته من السلاليين حصرا بيدهم، مناصب عليا، وزراء، قادة جيش، مدراء عموم، ومستقبلا ستذهب الوظائف الصغيرة لأتباعهم فقط. استيلاء حوثي ليس على الرتب العسكرية وحسب، بل على المناصب في المؤسسات المدنية لصالح السلالة الكهنوتية، يقول أحمد الصباحي في هذا السياق. إضافة للرتب العسكرية، استولى الحوثة على المناصب في المؤسسات المدنية، والغالبية العظمى من هذه التعيينات ذهبت لصالح السلالة والبقية للعكفة والأسهار. هذا قرار تعيين شخص لا يتجاوز عمره 19 عاما مستشارا في الرئاسة لأنه من السلالة، من وثائق كتاب الجريمة المركبة. طبعا وهذا الكتاب ألفه مؤخرا همدان العلي. وننتقل إلى تغريدة لحمزة الجبيحي يكشف فيها حجم النهب الحوثي لعائدات المشتقات النفطية. يقول حمزة في تغريدته: 130 مليار ريال نهبها الحوثي من عائدات المشتقات النفطية المسموح بدخولها إلى مناطق سيطرته وفقا لمقتضيات اتفاق الهدنة. المبالغ المنهوبة كان مقررا أن تصرف كرواتب لموظفي الدولة، لكنه سخرها لمصلحة مجهوده الحربي وقياداته الفاسدة. وتحدث إبراهيم عبد القادر عن إهانة البزة العسكرية في زمن الحوثي وكيف أصبح الحصول عليها سهلا بعد أن كان صعبا ولا يحصل عليها الشخص إلا في سن كبير قد يتعدى 40 و50، ولكنها موجودة عند ميليشيات الحوثي في عمر 20 سنة. يقول إبراهيم في تغريدته: لم تهان البزة العسكرية ولم تشوه إلا منذ مجيء وظهور جماعة الحوثي العنصرية التي نفذت حملات مدروسة ومتعمدة لإهانة الرمزية العسكرية والأمنية في الذهنية الجمعية، وكان كل هذا لهدف سهولة السيطرة على المجتمع وإخضاعه، وقد رأيناها بزي مختلف وشعارات وافدة. وعن مصادر الثراء الأكثر نهبا من قبل ميليشيا الحوثي، غرد ثابت الأحمد يقول: أكدت منظمة حقوقية أن مصادر الثراء الفاحش لقيادات عسكرية لميليشيا الحوثي سرقتهم الإغاثة والمساعدات الإنسانية. وعن الوضع الذي يعيشه اليمنيون والجرائم التي لا تكاد تتوقف في زمن الميليشيا الإرهابية، تقول سارة العريقي في تغريدتها في هذا السياق: كل جريمة تحدث في اليمن سببها الأول التنظيم الحوثي الذي احتل صنعاء والمدن اليمنية بقوة السلاح، الذي دمر المؤسسة العسكرية والاقتصادية والتعليمية والصحية، الذي دمر النسيج المجتمعي اليمني. كل جريمة تحدث في اليمن خلفها العصابة الحوثية.
في المدارس عبثت ميليشيا الحوثي بحقوق المدرسين وارتكبت انتهاكات بالجملة بحقهم، وأبرزها قطع مرتباتهم وتغيير الآلاف منهم واستبدالهم بموالين لها، يقول مانع المضر في هذا السياق. عبثت الميليشيا الحوثية بكل شيء استطاعت أن تصل يدها إليه، ففي المدارس لا يدفعون مرتبات المدرسين المعتمدين، وهم حملة شهادات ويستبدلونهم بما يسمونهم بالمتطوعين، وهم لا يحملون أي مؤهلات ويتم منحهم مرتبات شهرية منتظمة. لدى الحوثي خصومة متأصلة مع العلم والمتعلمين. لم يسلم أي شيء من بطش ميليشيا الحوثي الإرهابية، فكل شيء استغلته لصالحها وصالح قياداتها ومشرفيها الذين توزعوا ووزعوا الرتب والمناصب فيما بينهم على شهادات أكاديمية. يمكثون في منازلهم من يمتلكون هذه الشهادات الأكاديمية بلا عمل، بل يفتقرون إلى أبسط متطلبات العيش بعد أن توقفت مرتباتهم. وهذه تغريدة لشوقي القاضي يقول: ميليشيا الحوثي عبثت بكل معالم الدولة، بدءا بالهوية اليمنية والعربية، ومرورا بنظام الحكم الجمهورية الديمقراطية، وبالتعليم والدين، وليس انتهاء بالنظام العسكري وهيكلته ورتبه التي تمنحها لأطفال ولصوص وسلاليين. وعن نسف منازل الخصوم لميليشيا الحوثي وتفجيرها كما يفعل تنظيم داعش، يقول نايف عظة العماد في هذا السياق: لا تكتفي جماعة الحوثي الإرهابي باعتقال أو تشريد الناس من المناطق اليمنية التي تجتاحها، لكنها تلجأ أيضا إلى نسف منازلهم في استراتيجية تهدف إلى عقاب الأصوات التي شكلت عقبة أمام مشروعها التوسعي في تلك المناطق، وترويع أي مناهضين لها في مناطق أخرى لم تصل إليها بعد. وعن حالة الفقر والثراء التي وصلت إليها قيادات ومشرفي الميليشيا الحوثية في حين يتضور ملايين اليمنيين من الجوع، يقول محمد الفقيه في هذا السياق: استأثر الحوثيون بالسلطة والمال بعد الانقلاب، وكانت النتيجة كارثية. دخل الجوع إلى كل بيت يمني، وانتقل الحوثيون بسرعة البرق من حالة الفقر إلى الثراء الفاحش. وبالتوازي مع ذلك يعمل الحوثيون على إحياء ظاهرة العبودية، إذ يعتبرون أنفسهم سادة واليمنيين مجرد عبيد. أخيرا من تويتر يقول يحيى العابد في تغريدته لمن يحملون الرتب العسكرية في صفوف ميليشيا الحوثية: تستطيع حمل رتبة عسكرية، ولكنك في الأساس رجل عصابات وميليشيات دموية. إلى فقرة ويوتيوب. من يوتيوب اخترت لكم هذه المشاهد لحزن الجماهير المغربية على خسارة منتخبها أمام فرنسا، وكذا الروح الرياضية التي تحلى بها فريق المنتخب الفرنسي في الطبطبة على المنتخب المغربي. نشاهد. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين في أمان.